السادسة من الميادين وتتابعون فيها. عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي يطال شمال القطاع ووسطه في ظل معارك محتدمة في رفح وتحذيرات دولية من تفاقم شبح المجاعة. حرائق في المطل بعد استهداف المقاومة الإسلامية مباني لجنود الاحتلال في المستوطنة وتحذيرات أممية وأقليمية من نوايا إسرائيل شن حرب على لبنان. حملة جليلي تنفي للميادين ما أشيع عن انسحابه من السباق الرئاسي وروحاني يعلن دعمه لمسعود بيزيشكيان. جوليان أسانج حرا بعد 14 عاما من الملاحقات والاعتقال ويعود إلى موطنه أستراليا بعد مغادرته الأراضي الأمريكية. نستهل السادسة بآخر تطورات الوضع في قطاع غزة وجبهات الإسناد حيث تتزايد التحذيرات من المجاعة في القطاع وتوسع الحرب خارجه. استشهد 8 أشخاص على الأقل في قصف إسرائيلي على عدة مواقع في شمالي ووسط قطاع غزة، وارتقى 3 شهداء وأصيب عدد من الجرحى في بلدة بيت لاهية شمالي قطاع غزة نتيجة استهداف صاروخي من قبل طائرة حربية إسرائيلية تجمعا لمواطنين في منطقة الجرن ببلدة جباليا شمالي القطاع. كذلك وصل 5 شهداء وعدد من الجرحى إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة عقب قصف مدفعي إسرائيلي استهدف شقة سكنية في المخيم. وزارة الصحة في غزة أعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37,718 شهيدا، إضافة إلى 86,377 مصابا. وارتقى 15 شهيدا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا من 3 طبقات يؤوي مدنيين في منطقة مشروع بيت لاهية شمالي قطاع غزة. المواطنون وفرق الإسعاف والدفاع المدني عملوا لانتشال الشهداء والجرحى من المكان المستهدف. نحن الآن في منطقة بيت لاهية شمال قطاع غزة في أيام الاحتلال الإسرائيلي في استهداف منزل يعود لعائلة أبو عواد، واستهداف هذا المنزل بسكان أكثر من 30 شخص كانوا يتواجدوا في هذا المنزل. ما زال طواقم الدفاع المدني والطواقم الصحية حتى هذه اللحظة تحاول إخراج دفنين الشهداء أو حتى من تبقوا على قيد الحياة بداخل هذا المنزل. يلا بسرعة انزل ورا، انزل ورا سلم، يلا واحد 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 اثنين، يلا 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 خليك يا يوسف واحد، ها تعال يوسف، هات الشيالي فرد لي الشيالي. نعم لأكثر من 3 ساعات من الأعمال الشاقة للدفاع المدني الحمد لله. نزل استنى براحتك، براحتك اهدى 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 طبعا كنا موجودين احنا في مكاننا وردتنا اشاره عن استهداف منزل يعود لعائلة معوية في مشروع بيت لاهية. على الفور قامت طواقم الدفاع المدني وطواقم الاسعاف والطيارات الطبيه بالتحرك للمكان. عند الوصول تبين استهداف منزل مكون من 3 طوابق وفوقها رؤوس ساكنين. طبعا حسب افادة الجيران بلغون عن ما يقارب من 25 ل 30 شخص تحت المنقاد. غالبية الموجودين اطفال ونساء، تم انقاذ عدد بسيط من الاحياء ولا يزال هناك عدد كبير من الشهداء تحت الانقاض، ولكن لصعوبة الموقف وعدم وجود امكانيات هناك صعوبة شديدة باخلاء المصابين وايضا الشهداء من هذا المكان. السوق وقفت هناك، فجأة ما لقيت حل إلا أنا طاير، قمت دخن الدنيا طلعت ورا لقيت الدار واقع، صرنا نزعق على الناس يجينا كل الدار مدنيين. خذت قرصة يوسف، اعطيني اياه اعطيني اياه.
حسين رفع 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 بالجثة يلا يلا اطلع بس ايوه. سياسة الاستهداف الإسرائيلي للمنازل فوق رؤوس الآمنين تتكرر بشكل كبير وبشكل مستمر هنا في شمال قطاع غزة. تباغت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الآمنين في منازلهم في ساعات الليل دون سابق انذار. محمود العوضية، شمال غزة، الميادين. لم يعد هناك مكان آمن في قطاع غزة لم يعد هناك مكان في قطاع غزة في مأمن من القصف الإسرائيلي المستمر. استوديوهات التصوير والأفراح استوديوهات الأطفال والأفراح لم تسلم من بطش الاحتلال على غرار الغارة العنيفة التي استهدفت خان يونس وراح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى. أكرم دلول. هذا هو أحد استوديوهات التصوير في مدينة خان يونس الذي تعرض إلى غارة إسرائيلية. هذه الغارة أدت إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين. بالتأكيد إسرائيل ماضية في مسلسل الإرهاب والقتل والعدوان، وهذا العدوان يعني ما زال يحصد أرواح المزيد من الأبرياء. المنطقة طبعا تعج بالمواطنين وبالنازحين. خان يونس المدمرة يعني فيها الكثير من العائلات التي لجأت إلى هذه المناطق حتى ولو كانت مدمرة بحثا عن الأمان. حقيقة القصف الإسرائيلي على هذه المنطقة كان قصفا عنيفا. طبعا دماء الشهداء يعني كما نلحظ في أكثر من مكان، ربما هذه آثار لدماء الشهداء في هذه المنطقة التي تعرضت إلى هذا العدوان الإسرائيلي. الكثير من المواطنين هنا بالتأكيد هرعوا للمنطقة، قاموا بنقل جثامين الشهداء، وما زالت بالتأكيد يعني الحالة المتمثلة بغضب الأهالي وامتعاضهم من جراء هذا العدوان هي سيدة الموقف. فجأة بدون أي سابق انذار بصاروخ نزل في النص مدنيين. استديو تصوير بصور حفلات، بصور أعراس، بصور أطفال، بصور صور هوايا، صور قشان. فجأة ما بنعرف إلا أوب صاروخ ونزل بيننا. إحنا مدنيين يا عمي عزل، لا في مقاومة ولا في دبابات ولا في أسلحة في المنطقة هاي. رسالت للعالم مش عارفين إيش نوصل لهم، يعني إيش بدنا نحكي لهم أكثر ما هم شايفين. يعني قدنا بدنا نحكي على الفاضي، هم شايفين هيهم بشوفوا على مرأة العين وكل إشي طبيعي بشوفوه. إذن تساعد إسرائيل من إجرامها بحق المدنيين في قطاع غزة، فتقتل آلة حربها على مدار الساعة المزيد من الأبرياء. هذه عائلات بالتأكيد جاءت لتطمئن على أفرادها وأبنائها، معظمها عائلات نازحة شردت من أكثر من مكان، ذهبت إلى هذه المناطق باعتبارها آمنة، ولكن حقيقة كما نؤكد على الدوام لا مكان آمن في غزة. من وسط مدينة خان يونس، أكرم دلول، الميادين. ميدانيا يشهد حي تل السلطان غرب مدينة رفح اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال، حيث حاولت الدبابات الإسرائيلية شق طريقها شمالا. سرايا القدس عرضت مشاهد من قصف جنود الاحتلال محيط معبر رفح البري. رميت إذ رميت ولكن الله رمى. بعون الله وتوفيق يمر في إطار عملية طوفان الأقصى المباركة. يتم اليوم إطلاق عدد كبير من قذائف الهو تيار 82 على القوات والحشودات العدو في معبر رفح الدولي. الله مولانا ولا مولى له، وللساعة موعدهم. الساعة أدهى وأمر. سرايا القدس، لواء رفح.
موقع ولا الإسرائيلي أفاد بأن الجيش الإسرائيلي يعاني من جراء نقص الجنود ويسعى لتأليف فرقة جديدة لتنفيذ مهام مختلفة. الموقع أشار إلى أن الفرقة الجديدة التي سيؤلفها الجيش تضم جنودا ومجندات بلغوا سن الإعفاء ومتطوعين وحاردين، مضيفا أن الجنرال المتقاعد موتي باروخ سيعمل لتأليف الفرقة وقد يتمكن من تجنيد 40,000 جندي للقتال. في جبهة الإسناد اللبنانية، أعلنت المقاومة الإسلامية استهداف التجهيزات التجسسية في محيط موقع بركة ريشة. المقاومة أعلنت أيضا استهداف مبان يستخدمها جنود الاحتلال في مستوطنة المطلي بالأسلحة المناسبة، ما أدى إلى نشوب النيران فيها. إذاعة جيش الاحتلال أعلنت تضرر منزل في مستوطنة المطلي نتيجة إطلاق المقاومة الإسلامية صاروخين مضادين للدروع من لبنان. كذلك أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى هبوط مروحية في أحد مستشفيات الشمال. للاطلاع على آخر تطورات في جبهة الإسناد اللبنانية مشاهدينا، ينضم إلينا مراسل الميادين عباس صباغ مباشرة من جنوب لبنان. إذن عباس، ماذا في آخر تطورات جبهة الإسناد اللبنانية المتاخمة لشمال فلسطين المحتلة؟ نعم، تحية لك عبد الرحمن ولمشاهدين ميادين الأكارم. بطبيعة الحال يعني العملية الأبرز التي أعلنت عنها المقاومة الإسلامية كانت مهاجمة مباني في مستعمرة المطلي، مباني يعني يتحصن فيها جنود الاحتلال. هذا الاستهداف بالصواريخ أو بالأسلحة المناسبة كما قالت المقاومة أدى إلى اشتعال النيران في عدد من المنازل، وكذلك تصاعد الدخان من مستعمرة المطلي لأكثر من ساعة ونصف الساعة منذ لحظة الاستهداف. هذا الاستهداف جاء ردا على الاعتداءات التي نفذها جيش الاحتلال ودمر منازل في بلدتي كفر شوبة والخيام، يعني هاتان البلدتان تعرضتا اليوم لقصف مدفعي وأيضا لغارات إسرائيلية. إلى ذلك بطبيعة الحال المقاومة هاجمت موقع بركة ريشة وتحديدا الأجهزة التجسسية في ذلك الموقع. طبعا المقاومة تستهدف هذا الموقع لليوم الثاني على التوالي، وتستهدف تحديدا التجهيزات التجسسية الذي يعمل جيش الاحتلال إلى رفعها على رافعات وليس على الأعمدة التي تستهدفها المقاومة بشكل مباشر وعلى مدار الأيام، أيام المواجهة على طول خط أو على طول جبهة الإسناد. بطبيعة الحال يعني حتى اللحظة أعلنت المقاومة فقط عن عمليتين، وأفادنا زميلنا حسين السيد بأن هناك استهداف لهدف عسكري بالقرب من مستوطنة المالكية في القطاع الأوسط. بطبيعة الحال سيتضح ذلك بعد بيان المقاومة عن ذلك الاستهداف. إلى ذلك يعني قبل قليل استهدف العدو الإسرائيلي بلدتي الخيام وكفر كلا بالقصف المدفعي. هذا الاستهداف ليس الأول من نوعه هذا اليوم، يعني منذ الصباح وهاتان البلدتان تتعرضان لقصف مدفعي معاد، وكذلك تعرضت الخيام لغارة من الطائرات الحربية، وأيضا تعرضت كفر شوبة لغارة من الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال بعد قصف يعني طال معظم أطراف بلدات القطاع الشرقي. نتحدث عن شبعة التي يعني استهدفها جيش الاحتلال أيضا بغارة حربية بعيدة منتصف الليل، ثم قصف عدد من المنازل في تلك البلدة. وفي بلدة كفر شوبة استهدف منزلا بقذائف مدفعية ثم أغارت الطائرات الحربية على ذلك المنزل. وكذلك يعني استهدف جيش الاحتلال أطراف بلدات عدة بالقصف المدفعي كدير وميس الجبل، ووصولا إلى القطاع الأوسط وإلى الأطراف الغربية لمدينة بنت جبيل التي تعرضت لقصف مدفعي ثقيل. ووصل يعني الاعتداءات وصلت إلى بلدة الناقورة مرورا بزبقين ورامية وعيت الشعب. يعني هذه هي الصورة حتى هذه اللحظة. الجبهة متوترة، جبهة الإسناد اللبنانية على حالها، والعمليات التي تنفذها المقاومة الإسلامية دعما لغزة وللرد على الاعتداءات الإسرائيلية على وترتها المتصاعدة منذ بدء المواجهات هنا في هذه الجبهة منذ 28 أول أكتوبر الفائت. شكرا جزيلا لك عباس صباغ مراسل ميادين، حدثنا مباشرة من جنوب لبنان. ارتفاع نبرة التهديد الإسرائيلية ضد لبنان وحزب الله قابلتها عودة الحديث في إسرائيل عن تفضيل الحل السياسي على العسكري ضد لبنان، نظرا إلى الأثمان الباهظة التي ستدفعها إسرائيل في أي مواجهة واسعة مع حزب الله. منال إسماعيل. على وقع حضور موضوع جبهة الإسناد من لبنان عنوانا بارزا في زيارة وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالنت إلى واشنطن ولقاءاته كبار المسؤولين الأمريكيين هناك، برزت عودة التركيز في إسرائيل على إعطاء الأولوية للمسار السياسي والدبلوماسي لحل المعضلة على الجبهة الشمالية عند الحدود مع لبنان، في ضوء استمرار التحذير من إمكانية ذهاب إسرائيل إلى أي تصعيد ضد لبنان نظرا للأثمان الباهظة التي قد تدفعها مقابل ذلك.
إذا وصلنا إلى تصعيد في الشمال فسيكون الثمن هنا في إسرائيل باهظا أيضا. يجب أن نستعد لسيناريو ضرب البنى التحتية وكذلك سيناريوهات لأحداث مع كثير من المصابين. هذا هو ثمن الحرب التي من الأفضل منعها. تحذيرات المسؤولين الإسرائيليين من الانزلاق إلى مواجهة أوسع مع حزب الله انسحبت أيضا على جنرالات سابقين في الجيش الإسرائيلي الذين قالوا إن قرار إسرائيل شن حرب على لبنان يعني خراب الهيكل الثالث. حزب الله يطلق علينا عشرات الصواريخ والمسيرات يوميا ويخرب لنا البلدات في الشمال، يحرق لنا آلاف الدنومات الزراعية والحراجية، ونحن مع كل قوتنا من الطائرات والصواريخ لا نستطيع أن نوقف هذه النار. وبين التهديد والتحذير يرسم خبراء عسكريون صورة قاتمة للسيناريوهات والتحديات غير المسبوقة والمعقدة التي سيواجهها الجيش الإسرائيلي مقابل حزب الله على المستويات كافة، فيما منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية لن تكون قادرة وفق هؤلاء الخبراء على تأمين غطاء كامل سواء للقوات على الأرض أو للمستوطنين، وبالتالي ستتعرض الجبهة الداخلية الإسرائيلية لضربات لم تعهدها من قبل. منال إسماعيل، الميادين. رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أكد السعي بكل الوسائل المتاحة لعدم تحويل لبنان إلى ساحة للنزاعات المسلحة انطلاقا من الجنوب. ميقاتي دعا إلى تنفيذ القرارات الدولية ذات صلة وذلك من أجل وضع حد لأطماع إسرائيل التوسعية. السعي بكل الوسائل المتاحة لعدم تحويل لبنان ساحة للنزاعات المسلحة انطلاقا من الجنوب وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وذلك من أجل وضع حد لأطماع إسرائيل التوسعية وبالتالي عدم ربط استقرار لبنان ومصالحه بصراعات بالغة التعقيد وحروب لا تنتهي. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حذر من مخططات نتنياهو لتوسيع الحرب في المنطقة وقال أن الاحتلال الإسرائيلي يوجه أنظاره إلى لبنان بعدما دمر غزة. وفي خطاب أمام البرلمان وصف أردوغان نتنياهو بالمريض العقلي واتهم الغرب بدعم إسرائيل في توسيع حربها. يجب أن أوجه تحذيرا، يبدو أن إسرائيل التي دمرت غزة تضع لبنان نصب عينيها رغم أن القوى الغربية تقول غير ذلك أمام الكاميرات. نرى أنها تربت على كتف إسرائيل في الكواليس لا بل تدعمها. خطط نتنياهو لنشر الحرب في المنطقة بموافقة الغرب ستؤدي إلى كارثة كبيرة، وعلى العالم الإسلامي والدول الشقيقة في الشرق الأوسط الرد على هذه المخططات الدموية أمام الغرب. ولكننا نلاحظ مع الأسف أن العالم الإسلامي يتصرف وكأنه ميت. تركيا تقف إلى جانب الشعب اللبناني ودولته الشقيقة. أدعو الدول الأخرى في المنطقة إلى التضامن مع لبنان. المقررة الأممية الخاصة بالحق بالتمتع بالصحة تالالينغ موفيكينغ أكدت أن الفلسطينيين في قطاع غزة لا يملكون هذا الحق أبدا بسبب تدمير المرافق الصحية وانهيار النظام الصحي. وفي تصريح للميادين على هامش تقديم تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف استبعدت موفيكينغ أن يتمكن القطاع الصحي في غزة من التعافي بسهولة واصفة ما يجري في غزة بالإبادة الجماعية. إنها إبادة جماعية ويجب وضع هذا الأمر في سياق تاريخي. المنطقة مع الاحتلال غير القانوني المستمر منذ عقود طويلة من قبل قوة عسكرية وسياسية واقتصادية ضخمة. هذا يعني أن نية التصعيد من قبل هذه القوة كانت موجودة دائما، وكان واضحا أن الحكومة الإسرائيلية تريد إنهاء الشعب الفلسطيني. لقد رأينا أرقام الضحايا ورأينا مستوى العنف ورأينا الإفلات من العقاب ورأيناهم يتجاهلون الآليات المختلفة داخل الأمم المتحدة بما في ذلك محكمة العدل الدولية، وكل هذا يشير أولا إلى وجود حلفاء أقوياء في العالم يقدمون لهذه القوة الحماية من أجل القيام بالإبادة الجماعية، وثانيا هناك فشل واضح لقيادة العالم عموما في تحقيق وقف إطلاق النار.
على جبهة الإسناد العراقية، أعلنت المقاومة الإسلامية استهداف مجاهديها فجر اليوم بواسطة الطائرات المسيرة هدفا حيويا في أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة. جيش الاحتلال أقر بأن مسيرة كانت في طريقها نحو إسرائيل من جهة البحر الأحمر سقطت في المجال المائي القريب من إيلات، لكن بيان جيش الاحتلال لم يذكر إن كان الصاروخ الاعتراضي قد أصاب المسيرة. وصل مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج إلى العاصمة الأسترالية كانبرا. أسانج غادر الأراضي الأمريكية بعدما بات حرا غداة إقراره بالذنب بتهمة التآمر للحصول على معلومات تتعلق بالدفاع الوطني ونشرها أمام محكمة في جزيرة سايبان. ووصل أسانج في طائرة خاصة فيما يشكل الفصل الأخير من رحلة بدأت بالإفراج عنه من سجن بيلمارش في لندن وقادته إلى جزر ماريانا الشمالية الأمريكية حيث مثل أمام القضاء. جاء ذلك في إطار الاتفاق الذي أبرمه مع القضاء الأمريكي الذي سيتيح له استعادة حريته والعودة إلى بلده أستراليا. هذا فوز كبير لأستراليا وللديمقراطية الأسترالية، فوز كبير لحرية التعبير. وقف رئيس وزرائنا في وجه حليفتنا الولايات المتحدة وطالب بعودة مواطن أسترالي، وعودة جوليان إلى الوطن هي نتائج 14 عاما من المعارك القانونية والمناصرة السياسية والحملات المستمرة، ليس فقط من جانبنا ولكن من جانب كثير من الأشخاص في هذا المجتمع. أنشئت حركة عالمية لحماية حرية التعبير، وهذه الحركة العالمية هي التي أدت إلى إطلاق سراحه اليوم. أريد حقا أن أشكر كل من انضم إلينا في هذه المعركة والذين دعمونا على طول الطريق، لأنه من دون هذا الدعم لم نكن لنكون في هذا الموقف. أعتقد أن الأمر كشف عن مدى عدم ارتياح حكومة الولايات المتحدة لبث هذه الحجج، لأن هذه القضية هي هجوم على الصحافة، إنها هجوم على حق الجمهور في المعرفة. لم يكن ينبغي لجوليان أن يقضي يوما واحدا في السجن، لكننا نحتفل اليوم لأن جوليان حر. قبل يومين من الاستحقاق الرئاسي، يواصل مرشحو الرئاسة في إيران جولاتهم الانتخابية في مدن الجمهورية الإسلامية ومحافظاتها. وفي تصريح خاص للميادين، أكد مجتبى عرب عضو حملة المرشح سعيد جليلي أنه حتى الآن لا نية لدى جليلي للانسحاب من السباق الرئاسي، مؤكدا أن ما يجرى أو يجري تداوله بهذا الشأن ليس سوى شائعات. أؤكد أن جليلي ليس لديه أي نية للانسحاب من الانتخابات، واستنادا إلى استطلاع الرأي فأن جليلي يتقدم على باقي المرشحين وهو في المرتبة الأولى، ومعادلات عامي 2021 و2017 تختلف كثيرا. كان واضحا وقت ذاك أن الشهيد سيد رئيسي هو الشخص الأول استنادا إلى الاستطلاعات، لذلك جليلي انسحب لصالح الشهيد رئيسي، ولكن في هذه الانتخابات الأمر مختلف، فإذا كان هناك قاعدة للانسحاب وهذا غير ملزم فعلى السيد قليباف الانسحاب لصالح السيد جليلي. وكان المرشح محمد باقر قليباف نفى أيضا ما يتداول عن انسحابه من التنافس الانتخابي، وخلال لقائه أنصاره في ملعب شيرودي في طهران في اليوم الأخير من الحملة الانتخابية، قال قليباف إن أي تغيير يأتي من بوابة الانتخابات. من دون شك الملف الاقتصادي هو الأهم، وأبرز مطالب الشعب هي إيجاد تغيير وتحول في هذا الإطار، لذا من دون شك التغيير يأتي من بوابة الانتخابات. خلال الساعات 48 المقبلة يوم الجمعة سنحدد مصير البلاد. نريد أن نرسم مستقبل أبنائنا ومستقبل إيران مواصلين معا طريق الشهداء، لذا يجب أن نكون دقيقين في هذا الخيار لإنهاء التوتر وفتح أبواب أفضل للناس. إذا حاربنا فنحن نحارب من أجلكم. الرئيس الأسبق حسن روحاني أعلن في رسالة مصورة دعمه المرشح مسعود بيزشكيان، وقال إننا سنمنح أصواتنا لمن يملك الشجاعة الكافية لتحقيق مصالح البلاد.
سنمنح أصواتنا لمن يملك الشجاعة الكافية لتحقيق مصالح البلاد من دون الخوف من غضب هذه الجهة أو تلك. سنعطي أصواتنا لمن سيكون وفيا لوعوده، وفيا لمصالح الشعب ومصالح الوطن، لمن يواجه التضخم ويسعى بكل ما استطاع لازدهار إيران ونموها. ومن يملك هذه الصفات بين المرشحين هو عمليا السيد مسعود بيزاشكيان، وهو يستحق أصواتنا. لذا أدعو كل من يريد تحقيق الاعتدال في البلاد إلى التصويت له. وصلنا إلى ختام السادسة مشاهدينا. دائما للمزيد من الأخبار والتقارير زوروا موقع الميادين في شبكة الانترنت الميادين.net باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والإسبانية. وإلى اللقاء.